مع أياكس، وواحدة مع فينرود روتردام، وليغا واحدة مع أفسي برشلونة، وكأس للقارات مع أياكس. وصل إلى نهائي كأس العالم عام 74 والتي خسرت فيها هولندا أمام ألمانيا. كريف هو أول لاعب يتحصل على الكرة الذهبية لثلاث مرات عام 71 و73 و74. أسطورة الكرة انتقل إلى التدريب مع أياكس ثم مع برشلونة عام 88، وحصد كريف ثمار عمله مع البرسا عام 92 حينما توج بأول بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، بل وحقق في نفس العام لقب الليغا ليخلد تلك الثنائية باسمه. كريف يبقى في الأذهان، فهو يجسد الكرة الشاملة الممارسة من قبل أياكس أمستردام، أي الكل يهاجم والكل يدافع.